رأيك؟ ازاي بقى تقولوا الكلام ده؟ انت عارف يا مختار انت وزيكا ان انتوا اهم ناس دخلوا حياتي؟ سبحان الله، كل واحد حابب هي قالت زيكا؟ ومختار عدت عليك عادي؟ ايه الليلة السودة دي؟ كنت عارفة ان انت كداب ووراك قصة كبيرة قوي. انت بني ادم اناني ما بتفكرش غير في نفسك، بتدوس على اي حد عشان توصل اللي انت عايزه. طب افهميني، طيب افهمني ايه وهتقولي ايه؟ انا سمعت كل حاجة على موبايلك. انا بس كل اللي شغلني ازاي تستغل طفل صغير زي ده الاستغلال البشع بتاعك ده. انا فعلا في الاول كنت بستغله، لكن دلوقتي والله انا بحبه ونفسي يكسب الجايز عشان ما يبقاش اقل من العيال موجوده هنا. انت كداب، انا مش هصدقك. انا هبلغ اداره البرنامج يمشوك من هنا، والطفل ده لازم يرجع لاهله. انت فاهم ولا لا؟ انا ماليش اهل يا استاذه، مختار هو اللي بقى اهلي. انت لو بلغت عننا هترمي في الشارع تاني. أنا ما صدقت أعيش يومين حلوين وأكل أكل حلو وأطلع في التلفزيون. معلش معلش، خلينا، أنا ما صدقت ألاقي فرصتي. الناس بتحبنا يا كارما، سيبينا نكمل المسابقة ما تفضحيناش. وأوعدك لو كسبنا الجايزة مش همشي في الشمال تاني وهمشي نقطة. على فكرة أنا لو هسكت مش هسكت عشانك، أنت ما تستاهلش. أنا هسكت عشان الطفل الغلبان ده. أنا هسيبك وكمل واكسب الجايزة، على الأقل تبقى كسبت حاجة في حياتك بدل ما أنت خسرت نفسك وخسرت كل حاجة حواليك وخسرتني أنا شخصياً. اتفضل تليفونك. ارتحت كده؟ ما أنت اللي سقطت تليفون. وهي تفتح التليفون ليه؟ والله لا هكر لها التليفون بتاعها. يلا بقى، أنت عيل كلامانجي أصلاً. امشي يلا غوري، يلا مش عايز حد يقعد معايا دلوقتي. غوري يلا، امشي من هنا. زي عم. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.